خلاص ناس كبار قرروا يوتيوب. ما إذا غلطة صغيرة بتقدر لها ناس أصغر. معناته أنت بتستني سما بكرة تصير زي أهل غزة وتموت. لا طبعا أنت مفكر، أنت تفكيرك إيش؟ أنا تفكيري إيش تاني؟ إيش 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 تاني؟ إيه ما سوت إشي مش صح ومش غلط، رايحة تصلي لله مش رايحة تصلي لإلهم. منيح بس أجوبتها ما كانتش لازم تكون هيك. إيش يعني تقول لهم والله أنا ما عليك الباب؟ ما أنا مش أنا هلا يعني إسرائيلي أصلا هم مش راح يفكروها بعقلة، حيقول لها بس تحكي. لا لا هلا أنا واحدة كبيرة بدي يجيني الجندي يقول لي أنت مع مين؟ بدي أقول له أنا ومين؟ مع مين؟ أنت مين قصدك؟ بدي يقول لي أنت مع أني حزب؟ بدي أقول له والله أنا حمسوية ولا أنا جبهة؟ أنا لو بسألوها السؤال أنا بقول له أنا ما أنا مع ولا حدا، أنا مع حالي. أنا في الوطن في البلد أنا هون. أنا حكيت قبل كده بدي وطن. ما انت بدك تقولي، بقول لك شو تجاوبي. بقول لك انه في وطن، انت بتقولي في وطن. ما انت بتقولي لي شو اجاوب. ما انت بتقولي ايش وطن يا اختي؟ بلاش تبيكي من كلمات وطن. عندك وطن يا ما في عندك وطن. يا سيما يا سامة ايش اسمك؟ لازم تغيري افكارك، لازم تغيري افكارك. لا افكاري افكار امك مش مظبوطة ولا افكاري مظبوطة. انت بتخلقي وطن من انسانك. مش هيك فكرت لي كل هذا العاجل طويل هذا حال عزتيني سبحان. طبعا مين علمتك؟ هاي الاخبار بموتوا قدامك بتقطعوا بعض وبعدين ماتوا قدامك وبعدين يعني نزلناهم يقتلوا نفسنا. وبعدين اطلعي بقى هلا خذي السكينة واطلعي. بطلع هاي بزياد زي بعض بطلع والله روحي مستني درجة غالية قدام الكل. والله ما سويش اجر بالوطن، قاعد وحط اجر على اجر وبتعلم بالاخير. طيب سوي ايش؟ ايش بدك تسوي ايش؟ ما في اشي تسويه. فيش اشي تسويه بالضبط، هاي اللي بدنا نوصل له. عشان هيك فيش اشي نسويه. ليش تعيش اصلا؟ طب يبقى نروح ننتحر نقتل حالنا؟ لا ما بتموت بكرامتك بشرفك. ولك ما عمالهم بقتلوا كرامتنا، ما عمالهم بقتلوا طفولتنا، ما عمالهم بقتلوا شعبنا. أصلاً أنه طفولة إذا فيش وطن، إذا فيش عندك وطن كيف بدك تقعدي بالدار؟ كيف بدك تتعلمي؟ كيف بدك تقعدي عايشة أصلاً مع حالك؟ كيف بدك؟ طب يلا بموت أطفال غزب قلبك وأنت عايشة مع حالك؟ إذا بتقدر أصلاً واحد كف هيك اليوم بدون ما تقولي له آسف أو إيش راح يضلك وأنت نايمة ما تقدري تنامي؟ هذا الإشي كيف لو بدك تقتلي ولد؟ طيب لو انك تقتل بني ادم هذا الحكي لمين بده ينحكى؟ هيهم كيف بيناموا عادي ما عندهم هذا الحكي إيه؟ لمين بده ينحكى؟ بده ينحكى لاسرائيل. هي حكت انتوا عمالكم بتبادلوا فيها هي حكت. احنا بنبهدلها كيف جاوبت تقول له انا مع الحزب التحرير ولا شو هو؟ انا مع ضرب غزه، انا مع ضرب الصواريخ، انا مع العكاري اللي دخل بالسكينه. لما يجي يسألها انت مبسوطه ان عم انه كيف حرحت احداث الا ايش تقول انا والله مبسوطه عشان اطفال غزه اللي ماتوا عشان انتم مبسوطه. لو قالها انت فرضنا شو رايك بالحرب اللي صارت انا مش مبسوطه لانه ماتوا فيها ابرياء، لانه ماتوا فيها اطفال زيي. هيك لازم تحكي اليهود بلا ما تزعلت من انسانه. والله انا مع كل الفصائل بس انا مع الجبهه مش 60 سنه. لا يا على التلفزيون هذا يعني كلنا صرنا نقول احنا في إيه؟ الصمود الاقصى هذا تبع إيه؟ التلفزيون فلسطين هذا كلنا ولا حدا كنا بنسمع اخبار كلنا مع ابو عبي. انا شخصيا لهلا مع ابو عبي ولا مع حدا. انا سيرينا ولا مع حدا سيرينا. انا من نام علي اي حدا بده يوقف قدامي ويقول لي بدك تسوي اشي غير انك تسوي الوطن راح اخمع كف واقول له انت شو دخلك بي اصلا؟ انا وطنيه ولا حدا له فيي. منيح بس زي ايش بدي اقول لك بدك تعمل اشي يقتلني ولا بعمله؟ ايش يقتلني ولا بعمله؟ ايش هو كمان يجي يقول لي واحد اسرائيلي يلا احكي انك انت اسرائيليه وبدي على الوطن بقول ها وانا بتحسي كرامه اقولها. ما حدش بقولها احنا انت بتقول نقولها ليش نقولها اصلا؟ احنا لا بنحب اليهود انت فلسطينيه انت فلسطينيه يمكن قولوا سبع عمالك تحكي قولوا الله اعلم اذا احنا عم تحكي مش عندك وطن. طب ليش قاعدة بالوطن هذا؟ يا ريت يطحوني على انا فخورة بهي بصراحة على الوطن. اذا حدا ما بده يقعد هون طب اهلا وسهلا حدا ما يسكت يروح على امريكا اوروبا اسبانيا باريس. مش قادرين وحياتك مش قادرين. لو قادرين نوصل محل ثاني لرفح نحبسي. لا ليش نحبس؟ انا ما بقى ليش مليون نحبس عشان غيري يقعد يحط اجر على اجر وياكل ويشرب. طب واذا هيك حكيتي يا اطفال غزه بيموتوا واحنا بنقعد اجر على اجر ونقعد ونشرب على غزه وروحي اجري. هذه مش متطرفه البنت لو سمحتوا. مالها غزه وطني؟ هذه بنت تبكي على وطنها وطني. طب روحي على غزه انا بدي اروح على غزه انتوا ما الكم فيي بسرعه
نروح على المريخ نروح على ربنا ولا حدا إله فيه. ما هي طول ما في هيك لازم تمسح. ما لها علاقة، هي جوجل يوتيوب كل هدول محطوطين عليهم كيف بيموتوا الناس. كيف بيموت مال؟ عادي يا بنت الحلال ما بموت. لا اسرائيل بتقتل بالجنة الوطنية بالضبط. والله بسم الله عليك وعصبك. بسم الله عليك داعش اسرائيل. بكره ليجي دورك اشوف شو بدك تسوي. تروحي توقفي لهم تبكي ولا تنزلي تضربيه للجندي؟ سيرينا بضربه. اضربي هي البنت قد الفص. مين؟ هيها صارت. مين هي؟ هاي البنت الصغيرة بتحكي مع واحد امريكاني دليل انه احنا عنا وطن عنا ثقافة. هلا بتجيبي واحد من امريكا بيعرف يحكي فرنسي يلا يطلع صارت الاخ. بعرف بس هلا بتيجي عنا حدا يحكي فرنسي بيعرف ليش؟ لانه احنا عنا ثقافة. طب عشان هيك بقول لك ثقافتكم اقوى انت بالوعي. ما هلا قلتي لي مش احنا بنحكي لا انا بقول لك اتعلم عشان يصير عندك ثقافه. طب ما هو هلا بتروح على امريكا ما كيف عندي ثقافه؟ كيف بدي اخذ ثقافتي؟ كيف بدي اتعلمي في المدرسه؟ اتعلمي في البلد. انو مدرسه؟ طب اذا في شي مدرسه ايه؟ هلا هيدي فرين انا عماله بتعلم فيها. هلا يروح الوطن هذا اللي بتحكوا عنه ببطل في مدرسه بكل بساطه. مش رح يقعدوا باسرائيل نصير ناخذ عفوا احنا بناخذ حصتين عبري بالاسبوع. ليش ناخذ استاذ؟ قلت انا قلت للاستاذ استاذ انا ما بدي اخذ عبري. صار لي ليش؟ صرت اقول انه هذا الاشي لوطننا. صرت اقول له بس برضه انا حابه اخذ عبري عشان اعرف كيف اجاوب الزلمه اللي قدامي لما احكي العبري. هاي الثقافه عشان هيك احنا عمالنا نتعلم. كان بتلاقي كله اضراباتي وما بدهم ياخذوا حصه عبري. هذا اشي من حقنا بس انه احنا ما نيجي نواجه حدا اسرائيلي بدك تحكي معه باسرائيلي لانه ما بيعرف يحكي عربي ما بيعرف يحكي انجليزي لانه فيش عنده ثقافه. بالضبط هذا اللي بقول لك اياه. تعلموا وديروا بالكم على تعليمكم، ديروا بالكم على ثقافتكم عشان لما تطلعي تواجهي تصيري بجيل امك تعرفي كيف تجاوبي. كيف بدي اسوي ثقافه وانا ما عندي وطن؟ ناديه سيرينا سيرينا رد علي تاني. نعم رد علي. هلا اسرائيل فكرة ليش احتلتنا؟ لانه قطع سنديش من غضة صغيرة سواها لغضة هذاك غضة صغيرة ضحكوا عليهم. وهي هيك ليش اسرائيل نجحت في انها تحتل البلاد؟ لانه عندهم مخ. طب هذا الغبي الواقع على الورق ولفت على كلهم ما لاحظ هاي الغلطه الصغيره بالطباعه. ايش هي؟ هلا انت اذا بدك تخدمي وطني لما صار لما اسمعي هلا انت بتقدري تخدمي وطنك بتعليمك. انت اذا ممكن تطلعي اذا ما عندي وطن وين التعليم؟ لا اله الا الله رجعت تقولي وطن. فيش الوطن يا اختي. خذي خيمه. ما في وطن يا اختي. خذي خيمه واطلعي على اوروبا وصيري وطنيه. تعلمي من وين؟ سوبا ايوه عايشين كان وقت الاحتلال قتلوهم كلهم. انا اليوم كان عندي تقرير على هذا الموضوع عن قصه سوبا. هيهم قايمين ايديهم وايديهم وروسهم وكل هذا وهذا بيكونوا عايشين بالخيوم وامولهم كل البيوت. ومثلا هلا بتقولي مثلا قريه شو اسمها ياسين هذا شو اسمه دير ياسين خضير ابو خضير هذا شو ذنبه ينحرق وهو عايش؟ اه شو ذنبه؟ سيرينا الله هيك رتبي افكارك. ما هو دير ياسين انقتل. اسمع انا قتلك دير ياسين. رتبي افكارك سيرينا. هيك انحرقت. احنا انحرقنا عليه. الله كاتب لك بدك تشوف. هلا احنا ما انحرقناش على الولد هذا. ما زعلناش عليه. انا انحرقت اكثر وحده. ليش وانت ما زعلتيش عليه؟ زعلت عليه بس زعلت. لا ما بكيت. ليه؟ لا انا بكيت. لانه مات مليون الف واحد زي هذا بس هو غير انه هو الحلق. طب ما هو مات استشهد الولد. حتى اللي بيحكوا مات ناس ما عندهم بالضبط عقل. هو استشهد مش موت عاديه. ومين فكر انك تموت سعيده؟ هل فكرك ابو خضير مات وهو حامل حجر؟ لا هو ما كان حامل حجر. هو شو ذنبه؟ كان رايح على الدكان ولا كان رايح مع اصحابه؟ راح يصلي راح الاقصى. شو ذنبه يروح يموت هناك؟ هو راح يصلي لله مش رايح يصلي لكم. عشان هيك بنقول لكم اوعوا واكبروا واعرفوا شو تكتبوا عشان تعرفوا شو تقولوا لهم. احنا بنعرف لما واحد يهودي كلب بيقول لي او بنت او مره عمرها 50 سنه عشان هيك تقدر توقع زلمه قد العبوس قدامها. هي البنت لا ما بتقدر بتخاف.
بتخاف ما عملت لعبه بتخاف لا هي هالبنت جبتيها على الفيسبوك ما خافت لعبته ودفعته وتحكي بالانجليزي لانها بتعرف انه هي عندها وطن ليش؟ لانها بتعرف انه هي عندها وطن تقدر تدافع عليه بس عارفه لو ما عندها وطن ليش ندافع عليه اصلا؟ خلص سكري خلص 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 وانت خلص طورك حساسين الى ما هي المره اللي بتموت هي بتغرق بثورها بدل ما يساعدوها ايه وانت لازم تصوري فيي خلاص ايه